من احلامي ان انا اشتغل معاه واقف قدامه، ده لازم ظهور متميز للنجم سوري المرشدي، ده فعلا ظهور متميز. الهد في الجدر واعر واعر. استاذ سوري المرشدي انا كان من احلامي ان انا اشتغل معاه واقف قدامه، ده فنان عظيمه وقيمه من قامات الفن. فكلمتها فقلت لها دور امي وقعدت اشرح لها الدور، فهي الصراحة يعني بصراحة يعني ست كلمتني بكل احترام وتقدير وقدرت ان انا يعني انا محتاج ان انا اشتغل معها، وحصل بالفعل واقنعتها ونزلت. يعني هي بتحب ياسمين وبتحب عوضي، يعني هي في علاقة شخصية كمان ما بيننا وما بينها وما بين حنان، ففي علاقة خاصة ما بيننا يعني، فعشان كده هي وافقت تشتغل، وده كان شرف كبير لينا. خلي بالك انها كانت اضافة كبيرة جدا في المسلسل يعني. طبعا شرحت لها الدور طبعا، بس فنانة كبيرة ما انت لازم تشرح لها الدور. ست ما بت يعني ما بتنزلش اصلا يعني تعمل حاجة الا لو هي شايفة ان هي تستفزها فنيا انها تنزل، فانت لازم تقدم لها دور يستفزها فنيا. فانا لما جيت حكيت لها واستاذ نصر كلمها وحكى لها، هي ست رحبت جدا يعني. ده استاذ سوري المرشدي كانت طالبه انها تبقى ضيفه شرف، وبعدين كلنا قلنا لا يعني لازم ظهور متميز للنجمه سوري المرشدي، لان هي فعلا ظهور متميز.